السلام عليكم شباب، تاني سنة معاكم مستر محمد مجد. احنا النهاردة بار 2 من ذا ساين رول. طبعا انا عارف ان البار ده اتأخر شوية، بس هو معلش كان عندي ظروف كده هي اللي خليته اتأخر. المهم ان انت كده كده هتبقى محتاج الدرس ومحتاج البار 2 علشان خاطر الفاينل، يعني مش عشان امتحان الشهر اللي فات فخلاص يعني. طيب نبدأ كده. اول سؤال بين ان تراينجل، ان اني تراينجل اكس واي زد، اكس واي تو واي زد هتبقى ايكوال ايه؟ طيب انا اول حاجة عندي كده عندي ايه هي، مين هي الاكس واي؟ ده بنسميها دلوقتي ال z small. طيب مين هي ال y z؟ ال x small. طيب يبقى ال z small over ال over ال x small هيبقى قد مين؟ هيبقى قد ratio between sin z to sin x اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر c. بيقول لي هنا ان ترانجل اي بي سي لو كانت ميجر انجل اي ب 30 وال سي ب 15 نوت 3 كانت ميجر انجل سي ب 60 زين ال a equal. طب احنا اول حاجه عندنا ساين رول بتقول ايه؟ لو انا عندي a over sin a equal c over sin c. طيب ما ال a هي اللي انا عايزها. طب sin a يعني sin 30 equal c اللي هي 15 root 3. طب sin c يعني sin 60. طبعا احنا عشان نجيب ال a يبقى 15 root 3 times sin c over sin 60 اللي هي طلعت بكام؟ اللي هي طلعت ب 15 سنتيمتر. يبقى ال a هنا ب 15. DEF is a triangle in which measure angle D ب 80 و measure angle E ب 60 وال F ب 12. زين D equal، يبقى أول حاجة D over sin D تبقى equal E over sin E تبقى equal F over sin F. يبقى أنا لازم يبقى معايا measure angle F تبقى 180 minus 80 minus 60 اللي هتديني كام؟ هتديني 40. طيب ما دي مش عندي، دي اللي انا عايزها يعني. طب الساين دي يعني ساين 80. الاي مش عندي ومش عايز اجيبها. طيب الاف ب 12. طب ساين اف انا لسه جايبها ب 40. يبقى كروس مالتيبليكيشن، يبقى دي عباره عن 12 تايم ساين 80 اوفر ساين 40 اللي هي فين؟ اللي هي لتر اي. ان تراينجل اي بي سي if ال A equal 4 وال B equal 7 و measure angle C 120 then the area of triangle. Area of triangle half time the product of any two sides time sine the included angle. طب انا معايا ال A ومعايا ال B وادي ال angle اللي ما بينهم اللي هي ال C، يبقى ال area عبارة عن half time AB time sine C، يبقى half time 4 time 7 time sine 120 time sine كام؟ 120 اللي هي 7 روت 3 سنتيمتر سكوير. Triangle XYZ is an equilateral triangle يعني 3 sides are equal و 3 angles are equal و measure each angle 60 وعايز diameter بتاع السيركمسيركل اللي هتعدي من ال 3 vertices of the triangle. طيب انا اول حاجه دي 10 روت 3 over sin 60 تمام يا مستر equal 2r. ال 2r ده اللي هو الديامتر يعني. طيب يعني 2r دي قد الديامتر اللي هي 10 روت 3 اوفر ساين 60. حسبناها على الكالكليتور لانها طلعت ب 20 سنتيمتر لان هنا طول الديامتر. لو انا عندي ترينجل اسمه اكس واي زد كانت الاكس اوفر ساين اكس عباره ايكوال 6 then the length of the diameter of the circumcircle. طيب ما احنا اتفقنا ان الاكس اوفر ساين اكس هتبقى قد 2r. طب ما هو قال ان هي قد 6 يبقى 2r قد 6 يبقى الديامتر هنا بكام؟ الديامتر هنا ب 6. In the opposite figure عايز يجيب اللانس بتاع ال AB، ال AB ده اللي اسمه C. طيب ودي معايا ال A، طب اقدر اجيب ميجر انجل ايه عشان يبقى معايا 3 انجلز؟ اه ادي ميجر انجل A 180 minus 40 minus 35 اللي هي ادتني كام؟ اللي هي ادتني هنا 105. يبقى A over sin A equal c over sin c ال a اللي هي ب 12 وادي sin a اللي هي sin 105. ال c اللي هي اسمها اي بي اللي انا عايزها. طب sin c sin 40 cross multiplication يبقى ال a b equal 12 times sin 40 over sin 105 اللي هي ادتني كام؟ ادتني 7.9 اللي هي approximate to the nearest centimeter هتديني 8 سنتيمتر اللي هي letter c. لو انا عندي ال AD parallel لل BC حلو قوي
وكان ال AB equal 4 ماشي، وكانت ال angle DAC 40 تمام، كانت ال angle B 60 ماشي، عايز يجيب اللينس بتاع ال AC. طبعا انا هنا عندي تراينجل ده كده في ال angle D ب 60، يبقى السايد اللي قصادها اسمه B small. طيب انا معايا ال AB ب 4، طب انا محتاج ال angle مين؟ انا محتاج ال angle C عشان اعرف احل. طيب انا اول حاجة عندي letter Z، فين letter Z ده؟ يبقى الانجل اللي فوق اللي هي 40 دي قد الانجل اللي تحت اللي هي 40 دي. طيب يبقى ال 4 over sin 40 equal ال b over sin 60، يبقى 4 sin 40 equal ال b over sin 60 cross multiplication، اديتني ال b equal، اديتني ال b equal 4 times sin 60 over sin 40 اللي هي عبارة عن 5.3 اللي هي approximate هتبقى 5 سنتيمتر، 5 سنتيمتر متر اللي هي لتر A. لو انا عندي سيركل السنتر بتاعها M وكان ال B M ب 6 اللي هو الريديوس يعني، وكان عايز اعرف ال A B بكام، قلت له طب ما خلاص ما انا عندي دي C ال A B ده اللي هو اسمه C، يعني C over sin 50 قد 2 R اللي هي الريديوس، طب ما ال R ب 6 يبقى C over sin 50 قد 2 times 6، يبقى C هي عبارة عن 12 times sin 50. طيب ده هو حتى مش عايز answer، ده هو عايز 12 sin 50 دي اللي هي letter B. A circle with diameter 20، تمام يبقى radius ب 10 عشان لو احتجتها، passes through the vertices of the triangle ABC in which is an acute angle triangle، يعني الترانجل ده ماله acute، استفدت انا ايه كلمة acute؟ انا اقدر استخدم الساين براحتي وابقى عارف ان الانجل اللي هتطلع دي هتبقى انجل acute يعني موجودة في الفيرست كوارت. فانا معايا البي سي، هو مين السايد البي سي؟ ال A small، يعني انا عندي A over sin A، انا عايز الانجل A equal مين؟ equal 2R، 2R ده اللي هو مين؟ diameter. طب ما هو مديني الديامتر ده ب 20 ومديني ال A small ب 10، يبقى 10 over sin A equal 20 cross multiplication، تديني الساين A مش دي المفروض over 1، يبقى 10 times 1 ب 10 divided by 20، يبقى الساين A بهاف، الساين A بكام؟ بهاف، يا مستر ده acute يعني كده كده الانجل دي موجودة في الفيرست كوارت، يبقى ميجر انجل A عبارة عن shift ساين 1 over 2 اللي هي تديني كام؟ 30 degree اللي هي letter A. In triangle ABC measure angle A 45 the length of the radius can 6 then ال A equal نفس الفكرة A over sin A add 2R. طب ما ال A ده اللي انا عايزها ودي sin 45 ال radius ب 6 يبقى ده ب 12 يبقى ال A equal 12 sin 45، 12 sin 45 دي اللي ادتني 6 root 2 اللي هي little b. If the length of a side in any triangle 12، اللينس بتاع اي سايد في التراينجل والانجل اللي قصاده كانت 55، then the circumference of the circle that passes through the three vertices of the triangle. طيب انا عشان اجيب السيركمفرنس لازم يبقى معايا radius، طب ما انا عندي 12 over sin 55 add the two radius. طيب تمام، ال two radius ده يعني diameter، يعني الكلام ده add the diameter. طيب السيركمفرنس عبارة عن باي دي، يبقى باي تايم 12 اوفر ساين 55 اللي هي ادتني كام؟ ادتني ابروكسيمتلي كده 46 سنتيمتر. If the perimeter of triangle ABC equal 15، يعني السم بتاع ال 3 sides كان 15 وكانت ساين A ب 53 وساين B ب 47، then ال AB، ال AB دي اللي هي C. طبعا اول حاجه لازم يبقى معايا ميجر انجل سي، لازم يبقى معايا 3 انجلز، 180 ماينس 53 ماينس 47 ادتني 80. طب مش احنا قلنا ان عندنا رول بتقول بريمتر اوف تراينجل اوفر ساين اي بلس ساين بي بلس ساين سي قد وان اوف ذا جيفن ريشيو، يعني قد اي واحده انا من اللي عندي دول. طب انا عايز السي، يبقى سي اوفر ساين 80، نبدا نعوض البريمتر ب 15 وادي ساين، حطها بتوين تو براكت كده، ادي ساين 53 بلس ساين 47 بلس ساين 80، الكلام ده ايكوال سي
over sine 80 cross multiplication. يبقى ال C عبارة عن 15 times sine 80 over sine 53 plus sine 47 plus sine 80. لقينا الكلام ده طلع 5.87، ده approximately بكام؟ 6 سنتيمتر اللي هي لتر A. Fill in the triangle ABC. لو كانت ال A عبارة عن 27 وال B عبارة عن 82 وال C عبارة عن 56، then surface area. It's a surface area. طب هي ال area عبارة عن ايه؟ ال area عبارة عن half time the product of any two sides time sin الانجل اللي ما بينهم. طيب انا اول حاجه معايا الانجل، معايا سايد ايه؟ طيب انا لازم يبقى معايا سايد بي يا سي. طيب انا قلت ان انا هجيب السايد بي. طيب ما انا ايه اوفر ساين ايه، بي اوفر ساين بي، انا محتاج الانجل ايه. طيب الانجل ايه دي هتجيب ازاي؟ يبقى ميجر انجل ايه عباره عن 180 ماينس 82 ماينس 56. 180 - 82 - 56 ادتني 42. يبقى A over sin A equal B over sin B. ال A دي ب 27، طب sin A يعني sin 42. ال B مش عندي، دي اللي انا عايز اجيبها. طيب sin B، sin B ب 82 cross multiplication. يبقى ال B عبارة عن 27 times sin 82 over sin 42 اللي هي ادتني كام؟ ادتني 40. طب ما انا كده معايا ال A ومعايا ال B والانجل اللي ما بينهم اللي هي ال C. يبقى ال area عبارة عن half time A time B time sin C، يعني half time 27 time 40 time sin 56 اللي ادتني 447 سنتيمتر سكوير. In triangle ABC، لو كانت الريشيو between measure angle A to measure angle B to measure angle C كانت 2 to 3 to 4. ال AB كانت ب 12، then the length of AC. طيب مبدئيا كده أنا مش معايا، يعني الريشيو اللي عندي دي ريشيو between الأنجلز مش ريشيو between الساين، فأنا لازم يبقى معايا ريشيو between الساين عشان الريشيو between الساين هي ريشيو between السايدز. طيب أول حاجة كده أنا معايا 3 أنجلز. السم بتاعهم كام؟ 180. طب لما انا اقول لك ان ال A الريشيو بتوين ال A وال B وال C 2 to 3 to 4، ده معناه ان انت هتقدر تقول لي ان ميجر انجل A عباره عن 2 m، ميجر انجل B عباره عن 3 m، وميجر انجل C عباره عن 4 m. طيب بعدين ما 2 m بلس 3 m بلس 4 m الكلام ده ايكوال 180، يعني 9m equal 180. ال 9 دي تايم، تروح السايد التاني تبقى ديفايد، يبقى ال m 180 over 9 اللي هي بكام؟ ب 20. طيب بعدين قلت له يبقى ميجر انجل A عبارة عن 2 تايم 20 اللي هي 40. طب ميجر انجل B عبارة عن 3 تايم 20 اللي هي 60. طب ميجر انجل C عبارة عن 4 تايم 20 اللي هي ب 80. دول كده 3 انجلز. طيب حلو قوي يا مستر، كده انا معايا 3 انجلز. مين هي ال AB؟ دي ال C. طب مين هي ال AC؟ دي ال B سمول. طيب يبقى A over sin A، مش محتاج انا الـ A في حاجة. ال B دي اللي انا عايزها over sin B اللي هي 60. ال C ب 12 over sin C اللي هي ب 80. اقدر اعمل cross multiplication عشان اجيب ال B. يبقى 12 تايم ساين 60 اوفر ساين 80 طلعت لي على طول بكام الشكل ده؟ طلع لي بي 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 ايكوال 10.55. طب هو عايز ابروكسيميشن 10.55 دي اللي هي كام؟ 11 سنتيمتر. طيب هنا بيقول لي ايه؟ In the triangle ABC which of the following statements is true؟ طيب اول حاجه انا عندي هنا، بص كل الاختيار اصلا انا دلوقتي بعد كمان شويه هناخد كوزين رول، فانا مش هبقى عارف هي دي كده هتبقى ساين رول ولا كوزين رول، فانا كل الاختيارات فيها ساين، فانا هكتب ساين رول. يعني A over sin A equal B over sin B
equal c over sin c. طب تعالى كده نبدأ نشوف، لما أنا أعمل sin a بلس sin b، يعني عملت التو ريشيز دول بلس بعض، هيبقى فوق في a بلس b. طيب يعني كده ممكن أكتبها كده، يعني sin a بلس sin b، ودي بروبرتي 5 بتاع تالتة إعدادي، يبقى الـ a بلس الـ b. حلو أوي، يا ترى اللي فوق ده لازم يبقى قد اللي تحت، دي ريشيو. طيب a sin b، يعني تعالى كده نعمل كروس، a sin b ماشي، ادي a sin b equal b sin a، الكلام ده منطقي، يبقى دي كده صح. طيب يا ترى ال a قد b times sin c؟ لا، ده اللي قد ال b times sin c هي c sin b. طيب يا ترى ال a over sin a قد sin b over b؟ لا، ما اقدرش ابدل ما بين ده وده، انا اقدر ابدل ما بين ده وده، اقدر ابدل ما بين ال b والsin a، بس ما اقدرش ابدل ما بين الاثنين دول، يبقى الصح هنا كانت letter b. In triangle xyz لو كانت 2r sin x هتبقى equal مين؟ where ال r is the radius length of the circumcircle of the triangle. طيب اول حاجه انا هكتب الرول بتاعتي، هي الرول بتاعتك كانت عباره عن ايه؟ x over sin x قد 2r. طيب احنا كده عملنا cross multiplication، يبقى الاكس عباره عن مين؟ 2r sin x، يبقى الكلام ده عبارة عن مين؟ عن ال x small. If r is the length of the radius of the circumcircle of the triangle xyz وكانت ال y over 2 sin y، طيب هي رول بس أصلها إيه؟ y over sin y equal 2r. طيب هو إيه اللي حصل؟ اللي حصل هنا إن إحنا عملنا الشكل ده time 1 over 2، يبقى لازم هنا كمان هيتعمل time 1 over 2، يبقى الكلام ده قد كام؟ يبقى ال y over 2 sin y قد ال r، قد ال r من غير أي حاجة تانية، اللي هي هتبقى letter e. If the radius length of the circumcircle of triangle ABC can equal 3 and sin A plus sin B plus sin C equal 2 then perimeter of triangle. طب احنا اتفقنا على ايه؟ اتفقنا ان ال perimeter of triangle ABC over sin A plus sin B plus sin C، الكلام ده قد مين؟ قد one of the given ratio، يعني قد الريشيو اللي كانت موجودة عندي، يعني اقدر اقول عليه قد 2R. طيب انا عايز البريمتر، ومعايا السم بتاع الساين كان ب 2، يبقى البريمتر of triangle ABC over 2 عبارة عن ايه؟ ما الريديوس كان ب 3، يبقى 2 times 3 بكام؟ ب 6. نعمل cross multiplication، يبقى البريمتر of triangle ABC عبارة عن 2 times 6 اللي هي equal كام؟ 12 سنتيمتر. ABC is an equilateral triangle. Its side length is 6 and the area of its circumcircle equals k by then k equal. طيب اول حاجه ده equilateral triangle، يعني ال 3 sides قد بعض وال 3 angles قد بعض، و measure each angle 60، يبقى 6 over sin 60 قد مين؟ قد 2r. طيب يبقى ال r عباره عن ايه؟ ما 2 دي تايم تروح السايد الثاني تبقى ديفايد، فطلعت 2 root 3. حلو قوي كده يا مستر. طب ما انت مديني ان الاريا بتاعت السيركل اللي هي عباره عن باي ار سكوير دي طلعت بكي باي، الباي هتروح مع الباي، يعني الكي قد الار سكوير. طيب يعني 2 روت 3 وول بار 2 اللي هي عباره عن كام؟ عباره عن 12 سنتيمتر. لو انا عندي اي بي سي اوفر اي بي سي ده تراينجل، عندي اي اوفر اي بلس بي اوفر ساين اي، هتبقى اوفر مين؟ sin a plus sin b. طيب يبقى اللي تحت ده هيبقى sin a plus sin b. الكلام ده جه منين؟ جه من بروبرتي 5، ان a over sin a b over sin b c over sin c، التلاته دول كده قد بعض. انا خدت الاولانيه اللي هي ال a وخدت ال a دي برضو عملت لها كده بلس لل b. طيب ال a كانت بروبورشنال مع مين؟ مع sin a، يبقى هنا هكتب كمان sin a، وال b proportional مع مين؟ مع sin b، يبقى اكتب هنا كمان sin b. طب الكلام ده جه منين؟ الكلام ده قد one of the given ratio، الكلام ده جه من property 5. لو انا عندي triangle اسمه xyz f 3 sin x equal 4 sin y equal 2 sin z، عايز الريشيو بين ال x وال y وال z. قلت له اول حاجه بس كده انا لازم اخلي دي كمان هي كمان ريشيو، فانا محتاج اعمل ايه؟ محتاج رقم موجود في table 2 3 و4. مين هو الرقم الموجود في تيبل 2 3 4 12؟ فاعمل ده ديفايد باي 12 وده ديفايد باي 12 وده ديفايد باي 12. طيب 3 اوفر 12 و1 اوفر 4، يبقى دي ساين اكس اوفر 4.
equal 4 over 12 1 over 3 يبقى دي sin y over 3. 2 over 12 1 over 6 يبقى sin z over 6. يبقى ratio 4 to 3 to 6. 4 to 3 to 6 اللي هي letter D. لو انا عندي triangle اسمه ABC is a triangle in which sin A over 3 2 sin B over 5 sin C over 4. عايز الريشيو بين الـ A والـ B والـ C. طيب أول حاجة كده أستاذ لازم عشان أقدر أقول إن الريشيو 3 to 5 to 4 لازم يبقى فوق مفيش أي رقم. طب أنا إيه مشكلتي إن في 2 فوق؟ يبقى أعمل اللي تحت تايم 2. كل اللي تحت أعمل له تايم 2. تبقى دي sin A over 6. الـ 2 هتطير الـ 2 لتحت فتبقى sin B over 5. ادي sin c over 8 يبقى ratio 6 to 5 to 8 6 to 5 to 8 اللي هي letter E. بيقول لي هون عندي ال ABC ده triangle وsin A over 4 وsin B over 9 وsin C over 7 then the greatest angle in measure. هي ال greatest angle يعتبر بتقابلها greatest ratio. طيب مين اللي بتقابل greatest ratio؟ ال B. يبقى أكبر عندي angle هتبقى ال angle B. لو انا عندي الترينجل اسمه ABC وكانت A over B times sin A over sin B. هو اول حاجة بس كده مبدئيا يعني مش A over sin A قد B over sin B. تمام احنا تعالى نبدل ما بين الاتنين دول يبقى A over B تبقى قد sin A over sin B. يعني ممكن اشيل الشكل ده كده واروح حاطط مكانه sin A over sin B times sin B over sin A. ادي ده راح مع ده وده راح مع ده يبقى الاجابة عبارة عن ايه؟ يبقى الاجابة عبارة عن 1 اللي هي letter D. In triangle ABC if the radius length of the circumcircle of the triangle equal 4. طيب مش ده ال A plus ال B plus ال C وده sin A plus sin B plus sin C تبقى قد 1 of the given ratio يعني قد 2R. طب ما ال R كان ب 4 يبقى 2 تايم 4 اللي هي equal كام؟ 8. If the radius of the circumcircle of the triangle is R then the perimeter of triangle equal mean times sin A sin B sin C. نكتب الرول perimeter of triangle over sin A plus sin B plus sin C ونحطهم between كده A two brackets عشان ما نتلخبطش. الكلام ده equal to R. طيب هو بيقول لي ايه بقى ال perimeter ده كده هيبقى عبارة عن ايه؟ نعمل cross يبقى 2R times السم بتاع السين يبقى هنا في ايه؟ يبقى هنا في 2R اللي هي letter B. If the R is radius length of the circumcircle of triangle ABC وكان ال A قد ال R then measure angle A equal what. طيب انا اول حاجة بس كده مش انا عندي هنا ال A قد ال R. طب ما انا قلت له A over sin A قد 2R. طب ما ال A قد ال R. طب هات لي بس السا مش انت عايز الانجل اعمل cross multiplication. الكروس ده مستر بيتعمل ازاي؟ الاتنين قصاد بعض تايم يعني ال A تايم ال 1 ب A divided by التالت اللي هو 2R. ما انت قايل ان الـ A قد الـ R يعني ممكن اشيل الـ A او الـ R واحط مكانها التانية يعني. طب هنا R over 2R. الـ R راحت مع الـ R يبقى sin A ب half. هو قال لي بقى الـ triangle ده في الـ angle بتاعته acute او obtuse او اي حاجة؟ لا. طب بس sin positive يبقى الـ angle دي ممكن تبقى موجودة في الـ first quad ممكن تبقى موجودة فين؟ في الـ second quad. طيب تبقى measure angle A عبارة عن ايه؟ shift sin 1 over 2. shift sin 1 over 2 دي اللي هي بكام؟ shift sin 1 over 2 اللي هي ب 30. طيب 30 only. طيب ما احنا قلنا لازم تبقى موجوده كمان في السكند كواد يبقى ميجر انجل A عباره عن 180 minus shift sin 1 over 2. shift sin 1 over 2 اللي هي بكام؟ ب 150. يبقى الاجابه بتاعتي يا 30 يا 150. If the area of triangle ABC is delta. الاريا سميناها دلتا. And the R is the radius length of the circumcircle of the triangle. Then the 4R delta over ABC. تبقى عبارة عن مين؟ أنا شيل الدلتا دي وأعوض بأي رول من الإيه؟ من الاريا. طب أنهي رول؟ ما هو أصل أنا بص أنا عندي تحت فيه مين؟ أنا تحت فيه A وB وC. فأنا أعوض بهاف يبقى أدي دي 4R. أدي تايم هاف AB sin مين؟ sin C over ABC. طيب ده راح مع ده وهاف تايم 4 ب 2 يبقى متبقي لي كده 2R sin C over C. طيب هو ده مش موجود في الاختيارات. طب انا عندي ان C over sin C قد 2R لما اجي اقلبها تبقى sin C over C هتبقى قد مين؟ تبقى قد 1 over 2R. يعني انا ممكن اشيل ده كده احط مكانها 1 over 2R
يبقى 2r times 1 of 2r هتديني كام؟ هتديني 1 اللي هي letter A. لو انا عندي triangle اسمه ABC، ال 2b over sin b قد كام r؟ قلنا ال b over sin b قد 2r. ايه اللي حصل هنا؟ عملنا تايم 2 فوق، يبقى بنعمل تايم 2 هنا، يبقى قد 4r، قد 4r. In triangle ABC is an isosceles right angled triangle والradius كان r والسيركم of the circumcircle of the triangle then the area of triangle ABC. طيب هو أول حاجة كده ال area of triangle هي half time A time B time sin C. طيب هو قال لي إن ده إيه؟ إن ده isosceles right، إن ده isosceles right. طيب هو قال right فين؟ if the triangle ABC is right angle triangle isosceles right angle and the R is A and the R is radius length of the circumcircle of the triangle ABC. طيب بعدين then the area of triangle. طيب هو مبدئيا كده، بس انا عايز اسال سؤال. دي ال 90، التو سايتس اللي حوالين ال 90 دول هم اللي هيبقوا قد بعض، انا مش فارق معايا اسمهم ايه، يعني التو سايتس دول قد بعض تمام يا مستر، والانجل اللي ما بينهم هتبقى 90 تمام قوي. طيب يبقى دي هاف تايم اي تايم اي تايم ساين 90. طيب حلو، ساين 90 دي بكام؟ ساين 90 دي ب 1، فتبقى هاف اي سكوير، هاف اي سكوير. طيب انا بقى على فكره هي مش ضروري تبقى اي، ممكن تبقى بي، ممكن تبقى اي حاجه مش فارقه، المهم ان هي تطلع هاف الليتر اللي انا واخده ده سكوير. طيب ما هو ده مش موجود في الاختيارات. طب ما انا عندي ريليشن بتقول هنا ايه؟ بتقول ان انا عايز اجيب ال ادي a over sin a هتبقى قد مين؟ طيب هو عايز يجيب، عايز يجيبها in the term of ال r، in the term of ال r هي الانجل دي مبدئيا ب 45 والانجل دي كمان لازم تبقى 45 لانه right isosceles، يبقى الانجل a لازم هتطلع 45، يبقى a over sin 45 قد 2r. يعني ال a هتبقى عبارة عن مين؟ 2r times sin 45 يعني بروت 2r، بروت 2r. يبقى انا هشيل ال a واحط مكانها روت 2r، يبقى هاف تايم روت 2r اول باور 2. الانسر اداني r سكوير، الانسر اداني r سكوير اللي هي لتر c. In the opposite figure لو كان البريمتر ب 20، لو كان البريمتر بكام؟ ب 20. عايز الديامتر لينس اوف ذا سيركم سيركل. قلت له بس انا اول حاجه كده عشان اجيب البريمتر لازم يبقى معايا 3 سايدز، فانا هجيب الانجل الثالثه، يبقى ميجر انجل c هتبقى عبارة عن 180 minus 80 minus 40 اللي هي تديني كام؟ هتديني 60. يبقى كده الانجل دي ب 60. طيب البريمتر over sin a plus sin b plus sin c الكلام ده قد 2r. طيب ما البريمتر ب 20 وانا معايا ال 3 angles، يعني sin 80 plus sin 40 plus sin 60 الكلام ده قد الديامتر، ما انا عايز ديامتر قد الديامتر. اعمل الكلام ده على الكالكليتر لقيته طلع ب 8، يبقى الديامتر هنا كان 8. بيقول لي هنا ايه؟ if ال r is radius length of the circumcircle of triangle ABC وكانت ال a قد half r then measure angle a equal what؟ قلت له اول حاجه a over sin a قد 2r، امال a ب half r يبقى half r over sin a قد 2r cross multiplication، يبقى sin a عبارة عن مين؟ half r over 2r، ال r راحت مع ال r، half over 2 ده ب 1 over 4. طب هو بيقول ان ال a دي acute، يبقى انا على طول اعمل shift sin وانا مطمن، يبقى measure angle a هي عبارة عن shift sin 1 over 4، shift sin مين؟ 1 over 4. بيقول لي لو كان ال ABC is an obtuse angle at C، يعني ال angle C دي obtuse، ماشي، وكانت ال A ب 8 وكانت ال C ب 20 وكانت tan A ب 1 over 2 root 2 هات sin C. قلت له بس هات measure angle C. قلت له بس أول حاجة كده أنا عندي tan A ب 1 over 2 root 2 يعني ده opposite وده adjacent. طيب ال hypotenuse هيبقى بكام؟ هيبقى ب 2 root 2 باور 2 بلس 1 باور 2 اللي ادتني 3، يبقى ده كده ب 3. طب أنا عايز إيه؟ أصل أنا عايز angle C وانا عارف ان السي دي اوبتيوس يعني موجوده في السكند كارد، ف
فانا قلت انا هستخدم ساين عادي، ادي ايه اللي هي اوفر ساين ايه، ادي بي اللي هي اوفر ساين بي، ادي سي اللي هي اوفر ساين سي. الايه اللي هو مديها لي بكام؟ بايه. طب ساين ايه؟ ما انا قدرت اجيبها عن طريق ان الساين ايه هي اوبوزيت اوفر هايبوتنس، يعني 1 اوفر 3. طيب البي والساين، الساين بي دي انا مش عايز، السي ب 20. طب ساين سي، ما هي دي اللي انا عايز اجيبها. كروس مالتيبليكيشن ادتني الساين سي ب 5 اوفر 6، بس هو قايل لي ان السي دي مالها، السي دي اوبتيوس. طب ادام هي اوبتيوس تبقى موجوده سكند كويد، يبقى ميجر انجل سي عباره عن 180 ماينس شيفت ساين 5 اوفر 6، اللي هي تديني 123 ديجري 33 مينت. لو انا عندي تراينجل اسمه اي بي سي از ا تراينجل ان ويتش ميجر انجل اي ب 60 وميجر انجل بي 45 والاي بلس البي كان بروت 6 بلس 2، فايند اتش اوف الاي اند البي. انا قلت اول حاجه دي ايه اوفر ساين ايه، قد البي اوفر ساين بي. طب الكلام ده قد مين؟ قد اي لما اجي اعمل بلس، ما انا معايا ايه بلس بي، ما الكلام ده لما باجي اعمل بلس ما بين اللي فوق واعمل بلس ما بين اللي تحت، الانسر ده بيبقى قد مين؟ قد وان اوف ذا جيفن ريشيو. يعني انا مستر اقدر اقول ان الريشيو اللي حضرتك عاملها دي قد بعض؟ اه والله. طيب ادي ايه اوفر ساين 60 تبقى قد بي اوفر ساين 45، الاي بلس البي دي بروت 6 بلس 2 اوفر ساين 60 بلس ساين 45. بس خليك بس ايه، معلش حط لي هنا براكت عشان ما تلخبطش. طيب ال A هنعمل كروس مالتيبليكيشن ادتني بروت 6، ال B هنعمل هنا كروس مالتيبليكيشن ادتني 2. طب مش متخلف كان ايه، يروح رايح قايل لك ال A بلس ال B ايكوال روت 6 بلس 2، فيبقى ال A بروت 6 ومفيش اي سند ماثيماتكس يخليك تقدر تقول كده يعني. فانت ما قدامكش ان انت تعمل الستبس اللي انا قلتها دي. لو انا عندي تراينجل اسمه ABC وكانت ميجر انجل A ب 2 اوفر 3 ميجر انجل B، وكانت ها وكانت الاي برضو قد هاف ميجر انجل سي، زين ذا لينث واللينث بتاع الريديوس كان 10، عايز الاريا بتاعت الترينجل. قلت له بس اول حاجه كده انا عايز اجيب كلهم بدلاله واحده علشان اقدر احل. طيب هي مين ما فيش رقم عندها؟ الاي. يعني ممكن اقول ان ميجر انجل بي الكلام ده تايم يروح السايد الثاني يبقى ديفايد، يبقى ميجر انجل بي ب 3 اوفر 2 ميجر انجل اي. طيب ميجر انجل سي الكلام ده تايم يروح السايد التاني يبقى ديفايد، يبقى بدبل ميجر انجل اي. يعني ميجر انجل اي بلس 3 اوفر 2 ميجر انجل اي بلس 2 ميجر انجل اي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي انت عملته ده ايكوال 180؟ مش دي يا بابا الاي بلس البي بلس السي ايكوال 180 السم بتاع ال 3 انجلز؟ طب ما انا جبت ان البي ب 3 اوفر 2 ميجر انجل اي، وجبت ان السي ب 2 ميجر انجل اي، التلاتة مع بعض السم بتاعهم 180، 1 بلس 3 اوفر 2 بلس 2 ب 9 اوفر 2 ميجر انجل اي ايكوال 180، 9 اوفر 2 دي تايم تروح السايد التاني تبقى ديفايد، يبقى ميجر انجل اي ايكوال 180 اوفر 9 اوفر 2 اللي هي طلعت ب 40. يبقى ميجر انجل بي عبارة عن كام؟ 3 اوفر 2 تايم 40 اللي هي 60. طب ميجر انجل سي 2 تايم 40 اللي هي ب 80. طيب بعدين خلاص انا عايز الاريا، طب عشان اجيب الاريا محتاج 2 سايدز، يبقى a اوفر ساين 40 ايكوال b اوفر ساين 60 ايكوال c اوفر ساين 80. برضه يا مستر مش نافع، ما انا معايش ولا واحد من اللي فوق، بس معاك الريديوس يا معلم، يبقى 2 تايم 10. اقدر بقى اجيب اللي انا عايزه، ال a هتبقى 20 تايم ساين 40 اللي هي ادتني مش عارف بقى تطلع كام، البي 20 تايم ساين 60. طيب يبقى الاريا هي عباره عن هاف تايم الرقم اللي طلع من هنا تايم الرقم اللي طلع من هنا، هتلاقيها هتديني تايم ساين الانكلودد انجل اللي هي بكام، هاف تايم ساين 80، هاف تايم الرقم اللي طلع من هنا اللي هو الاي وتايم الرقم اللي طلع من هنا اللي هو البي تايم ساين 80، ادتني 110 سنتيمتر سكوير.